السف الأصيل لمهندس زحف الأبابيل يا محمد يا فخر الجيل. لم يعرفه العالم إلا حين رحل. وقتها فقط عرف الملايين في تونس وفلسطين أن محمد الزواري ابن مدينة صفاقس هو العقل الذي وقف خلف هذا الإنجاز النوعي للمقاومة الفلسطينية، وبأنه مهندس طائرات الأبابيل التي أربكت إسرائيل، وهي التي ظنت أن زمن تحليق الطائرات المعادية في أجوائها قد انتهى إلى غير رجعة. وفي زمن خيل لكثيرين أن بريق القضية الفلسطينية قد توارى لدى الشارع العربي الغارق بهمومه وقضاياه المحلية، فإن محمد أثبت بدمائه أن مكانة فلسطين في وجدان الإنسان العربي ما زالت حاضرة، وأن مقاومة المحتل الإسرائيلي ليست مهمة الفلسطينيين وحدهم. الطائرة ماشي سرعتها انخفضت شوي، حاول يرتفع الطائرة. كان بإمكان الزواري بما يمتلكه من خبرة طويلة في صناعة الطائرات دون طيار أن يعيش حياة مرفهة، لولا أنه اختار أن يكون مقاوماً. لم يأبه لحظة للحدود وبعد المسافات، فقرر أن يقهر الجغرافيا وأن يكون في خندق المقاومة الفلسطينية في غزة. فهناك وبين مقاتليها في كتائب عز الدين القسام الذين واجهوا ببسالة أكثر من عدوان إسرائيلي، بدأ محمد مشروعه. فالحرب مع المحتل لا تكون بالرصاص فقط، فهناك من قرر أن يحارب بعقله وإرادته. عرف طريقه ولم يضل عنه، فعرفه عدوه ولم يضل عنه. فحق للمقاومة الفلسطينية أن تنعاه بوصفه واحدا من أبطالها.